الطياقة والكلمة يسعدني أن أحيلها للأخ العزيز مطلق بن علي العنزي متمنيا له التوفيق. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، تتواصل انطلاقات اليوم. هذا هو شوطنا الثالث ينطلق على بركة الله، وهذه فئة الإبكار تندفع بعد متعة وإثارة في شوطين رئيسيين ماضيين. حصل شعار صالح بن حمد بن قمرة المري على الشوط الرئيسي الخاص بالإبكار، و حضرت السياسية لتعلن الفوز بأول الأشواط. بعد ذلك حضر شعار الخيارين ليفوز بالشوط الرئيسي الخاص بالقعدان، فتهانينا والناموس. شوط لا يقل أهمية عن الأشواط الماضية، تندفع فيه شعارات جديدة، وهذه الانطلاقة الثالثة ضمن انطلاقات صباح هذا اليوم. البداية والمقدمة والصدارة مع شبابة على المركز الأول، تندفع لمنصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين مع المركز الأول، وتليها في المركز الثاني. سهم على المركز الثاني، تتواجد المبارك بن محمد بن زايد آل مطوع الخيارين مع المركز الثاني، وثالثا تحتله عروبة لراشد بن سالم بن محمد بن مسعود المري. وهنا تقدم لراية في هذا التقدم، في هذا الانطلاق تندفع في هذا الموقف محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، يتقدم شعاره إلى المركز الثاني والمركز الخامس. شوف المركز الخامس اللي ما أعلناها، هذه منصورة محمد بن ناصر بن محمد الجفالي النعيمي. هذه المراكز الخمسة أيها الإخوة المتابعون أعلنتها لحضراتكم، النداء الأول، الأسماء الخمسة المتقدمة مسافة 6 كيلومترات اليوم سن الثنايا في هذا السباق المحلي الثالث ضمن انطلاقات بداية هذا الموسم الجديد، موسم 2014-2015. لا زالت الأمور ولا زالت الاستعدادات ضمن تقدم هذه الشعارات في كل سباق، في كل محلي تتقدم وتقدم هذه الشعارات أسماء جديدة وأسماء مميزة في هذا العالم الساحر. هذه سهم تنطلق كالسهم على المركز الأول، وهذا شعار مزعج على المركز الأول. هذه سهم مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، يقدم سهم عتيق بن قريع المري. المتابعة والتضمير مع مزعج المضمرين عتيق بن قريع المري المركز الثاني. هذه راية تحتل المركز الثاني، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري رقمها 1، قادمة منطلقة مندفعة في هذا التقدم عبر هذا النقل الحي والمباشر اللي يتابع الجميع عبر شاشات قناة الريان الفضائية، المتابعة الدائمة لأحداث الشحانية. هذه عروبة تحتل المركز الثالث، تتقدم راشد بن سالم المسعود المري مع المركز الثالث مع ثالث المراكز. هذا الشعار الجميل الذي يقدم على ظهر عروبة المتقدمة والمنطلقة في هذا الشوط الثالث. المركز الرابع من الجانب الآخر، وصول منصورة على المركز الرابع، محمد بن ناصر بن محمد الجفالي النعيمي على المركز الرابع وخامس المراكز. هذا شعار الخيارين يتواجد ويندفع مع شبابة التي تسير في دائرة المراكز الخمسة الأولى، منصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين. المراكز الخمسة الأولى أيها الإخوة المتابعون أعلنتها لحضراتكم، ولا تغيير على المراكز، لا تغيير. هذه التي أعلنت في النداء الأول لا زالت تحافظ على الموقع وعلى الصدارة. هناك أسماء قوية ما بعد المراكز في هذا الشوط الحساس الذي يحمل 27 اسما، 27 شعارا تشارك وتندفع وتنطلق في هذا الصباح. الله
وصفت المسافة، لوحة ثلاثة. بدأنا بالهبوط التدريجي، هنا لوحة ثلاثة والهبوط، وهذه سهم في مقدمة السهم وفي مقدمة الشوط وفي قيادة هذه الأسماء المقدمة. وهذا شعار الخيارين على المركز الأول، وأسهمها باللون الأخضر تنطلق سهم في بورصة الأصايل. هذه سهم مع المركز الأول، مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، يا سلام على المركز الأول وعلى الصدارة كالسهم، تندفع ليمت أب هنا على المركز الأول وعلى الصدارة. بينما المركز الثاني، هذه اللي بالمركز الثاني ديروا بالكم عليها، هذه عروبة، وهذا شعار راشد بن سالم بن محمد المسعود المري مع المركز الثاني، يندفع بالمركز الثاني، يطلق العنان لعروبة، تندفع عروبة. والمركز الثالث، هذه راية تحتل المركز الثالث وتندفع بشعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، محتلا شعاره المركز الثالث والمرتبة الثالثة في هذا الشوط. تقدم لشعار الخيارين مع شبابه وانطلاق شبابه، هنا منصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين، شعار غني عن التعريف، انطلق في هذا الشوط باحثا عن تحقيق هذه النقطة في صباح هذا اليوم. بينما المركز الخامس، هنا النداء الأول لهملولة علي بن راشد بن عبد الهادي آل شهير المري مع المركز الخامس، يندفع في هذه الصدارة في هذا التقدم في المراكز الخمسة الأولى. الهبوط والمركز الأول والانطلاق الأول. هذه سهم انطلقت كالسهم، سهم على المركز الأول، مزعج المضمرين، يقدم سهم بشعار أنجان محمد بن زايد الخيارين مع المركز الأول، مع الصدارة ومع المركز الأول، يسير بثقة الكبار، يندفع مع الكبار. وهنا تقدم، هذه اللي أعلنتها بالمركز الخامس، شعار الانشير على المركز الثاني، ينطلق بانطلاق هملولة علي بن راشد بن عبد الهادي الانشير المري مع المركز الثاني، يندفع. وهذه خطيرة، ديروا بالكم عليها، قادمة من المملكة العربية السعودية، هنا مشاركة من ميدان السيح، هذه تنطلق بالمركز الثاني، شعار بن شير مع هملولة. بينما شبابة هنا في المركز الثالث تتابع وتراقب الموقف من قرب، شبابة منصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين يحتل شعار المركز الثالث. المركز الرابع، شعار المسعود على المركز الرابع، هنا عروبة راشد بن سالم بن محمد المسعود المري. والمركز الخامس، يصل شعار صالح بن حمد بن قمرة المري مع المركز الخامس بوجود نجاح على خامس المراكز. خلاص افتتحنا الكيلو متر الأخير يا عتيق، الكيلو متر الأخير، اللحظات الأخيرة، هذا هو الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الأخير. انطلقت هملولة، قلت لكم هملولة خطيرة، هملولة شعار بن شير مع المركز الأول مع الصدارة، شعار بن شير مع هملولة على المركز الأول، علي بن راشد بن عبد الهادي آل شهير المري مع المركز الأول ومع الصدارة، سهم على المركز الثاني بوجود شعار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. الله، وصل الشعار السياسية على المركز الثالث بوصول نجاح، احتلت المركز الثالث، انطلقت بالمركز الثاني، تحركت، انطلقت، اللحظات الأخيرة، 500 متر الأخيرة، هملولة ونجاح وسهم من الجانب الآخر، الثلاثي الخطير، هذه انحصرت المنافسة بين هذه الأسماء وبين هذه الشعارات العملاقة، اللحظات الأخيرة، هنا نجاح يبحث عن النجاح بن جهويل بقيادته لنجاح، وسهم من الجانب الآخر بقيادة مزعج المضمرين، ولكن نجاح تسير كما سارت السياسية بالشوط الرئيسي الأول. هذه نجاح، فازت نجاح، نجح حمد بن محمد بن جهويل المري الذي قاد نجاح بكل ثقة ليعلن فوزها بهذا الشوط بشعار صالح بن حمد القمر المري. تهانينا والناموس للسندباد القطري، تهانينا والناموس. المركز الثاني، سهم لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الثالث، هملولة علي بن راشد بن نشير المري. المركز الرابع،
المركز الرابع شبابه لمنصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين احتلت المركز الرابع، وخامسا وصلت شواهين لخالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. اذا منافسه شيقه جمعت شعارات عملاقه، استعدت وتاهبت لخوض معارك هذا الموسم الجديد، وحصل شعار السندباد صالح بن حمد بن قمرة المري على النقطة الثانية بعد أن حققت السياسية في الشوط الرئيسي الأول. النقطة الأولى ها هي نجاح تصل إلى خط النهاية، وتوقيتها الزمني 9:34، 52 جزء من الثانية. تهانينا أقدمها لصالح بن حمد بن قمرة المري وللمضمر حمد بن جهويل. المركز الثاني 9:35، 30 جزءا من الثانية. هذه سهم لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين، أهني على هذا الفوز. المركز الثالث هملولة وصلت بالمركز الثالث 9:38، 9 أجزاء من الثانية. توقيت هملولة لعلي بن راشد بن عبد الهادي.